بهلا وقتها بستقبل دانيا دبيبو، معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك دانيا. اليوم الموضوع عن يعني يمكن كلمة متعارف عليها بمجتمعاتنا، بنقول عن الرجل يلي عنده علاقات متعددة إنه نسونجي. لا، أول شيء ليه بنسميه هيك نسونجي؟ لأن شغل الشاغل النسوان تفكيره كيف بده يحصل على الست، مش بالضرورة يكون مثل كاسانوفا اللي ريلي بحبها للست يعني وبصير بده يسعدها وهيك. النسونجي ممكن يكون يعني بحب يحصل على الست كطريقة صيد، يعني عم بيتصيدها وبينبسط كتير بس يربح، بينبسط يربح ويحكي ويشوف حاله، وكلها بالنسبة له لعبة. لعبة مين اللي حيربح، ومرات ما بتزبط معه بس مرات كتير بتزبط معه. وهن في أنواع، في ناس نسوانجية بتلاقيهم محتالين بيكذبوا كتير، وفي ناس لا بيكون يعني صريح معك من الأول، بقلك شوفي أنا كتير بتعجبيني بس ما في ارتبط يعني مني جاهز بعد. وفي منه بيكون الخاين العبجي اللي صحيح. يعني بيكون عم بيشوف، بيكون أوقات متزوج بقول مش متزوج، نعم. بقول كتير قصص تانية بس مثل ما قلتي بيستعمل المرأة كطريدة، يعني هو بس طريدة سلعة جديدة هيك بحياته. هيدا الشخص مين بيكون؟ يعني هيدا الشخص ليش بيكون هيك؟ يعني شو اللي بيخليه يصير هيك؟ شوفي في كتير أسباب، ما هني لأنهم أنواع ممكن يكون كتير عم بغذيها هيدا النمط بحياتهم. كتير أسباب المتعارف عليه أنه يمكن هيدي طريقة بيسيطر فيها هو على الست، بيخاف أنه أي ست تسيطر عليه، ما لأن بالنهاية بيخاف أنه يرتبط فيها، وإذا ارتبط فيها كمل النمط هيدا. هيدي طريقة ليفرجي حاله أنه هو اللي in control، يعني مش الست حاكمته، بيكون عنده خوف من هالشغلة. هن بتسأليهم بيقولوا لك أنا بحب التغيير بحب التنويع، بس هي في دراسات اكتشفت أنه هيدا الحب تبع التغيير متوارث مرات، يعني الأب بيورته لأولاده بيشوفوه، حتى في عامل جيني، بس هي مرات كتير بيكون في شيء أعمق من هيدا الحب للتغيير اللي له علاقة بشو ناقصه هيدا الشخص، أو من شو عم بيجرب يهرب لحتى يفوت، بيصير مثل نوع إدمان يعني عنده بأنه عرفتي هالكترة العلاقات ومن وحدة لوحدة من وحدة لوحدة، يعني هالركض اللي عم بيركض وعم بيهرب من شيء تاني. سو مرات بيقولوا في عنده نقص معين، يمكن هو وعم بيكبر ما حس أهله بحبوه أو أبوه أو أمه. سو بده يجرب يثبت لحاله أنه هيدا عرفتي هو محبوب، أنا محبوب ليك، عم بيحبوني عم بيشوفوني. سو بيصير عرفتي عم بيتورط فيه هيدا النمط اللي من شيء لشيء، ويعني حياة صارت لايف ستايل عنده اللي هيك هالتنويع موجود، بس بيدفع حقه كتير يعني في إلها مساوئ، والضحايا تعوله كمان صحيح. يعني هي الوحدة لما بيخونا شريكة مرة بتبقى عدة لحتى تطلع منها، فكيف لما بتكتشف انه في خيانة ورا خيانة ورا خيانة، يعني هم في خيار بدها تصير تعمله صحيح. الست شو تعمل دانيا؟ كيف منعرف هيدا الشخص؟ يعني هل هو واضح كفاية نكتشف انه هو هيك، واذا كان كذاب او كان بيعرف يحتال يعني هل في مواصفات له بتقدر تكشفه؟ مرات بتلاحظيه ماجي مش معقول لسانه شو حلو، يعني مع الستات بالأخص كتير في غزل وإطراءات، يعني تكون شريكته حده وهو عم بغازل كتير، بيكون في ناس شكلهم بيساعدهم بس اللي ما شكله بيساعده كمان كتير، بيبقى عم ينتبه شو يلبس، بيقعد ساعة على المرأي عم بيظبطها للغرة وعم بيظبط الحاجب وهيك. سو هولي أشخاص كتير بحبوا يلفتوا النظر، وبتشوفيه إذا قاعد معك مرقت وحدة راح عيونه معه، راح قلبه معه، ما بيهتم باللي قاعد حده. وفي منهم كثير بيصيروا بيحكوا بهيدا الموضوع عن الستات، يعني بتحسي طريقه حكيهم انه مش طبيعيه كلها على الستات. الاعزب مرات يعني بتصيري بتشوفيه انت على السوشيال ميديا عنده كل اصحابه ستات، وفي هالكومنتس وفي هالاشياء، وحتى بحياته بيكون في كثير ستات، وبيكون ملهي كثير على التليفون على التكنيك، يمكن بيكون عامل كذا علاقة مع حدا، يعني بتشوفيه انه عرفتي مرات كتير ملهي بالتليفون. للعزابي مرات ما بيعرفك على اهله، يمكن تكون يصلك فترة معه بس ما بيعرفك على اهله لان عنده كتير علاقات، مرات بينسى شو قالك، بتحسيه عم بيعيد القصة مرة تانية لانه بيحكيها لكذا حدا، وفي منهم بيغلطوا باسمك مثلا وبيرجعوا بينتبهوا. سو هول بيصيروا مرات بيسموكي شغلة معينة، حياتي ما بيعيط لي غير حياتي مثلا، او حبيبي او يا بسينة. سو بتحسي انه في
شيء ما ظابط، بتحسي في شقفة من حياته غامضة. إذا بتقولي له على مشروع بقلك برجع لك يمكن بده يشوف إذا في مشروع على الوحدة الثانية ظابط أكثر. سو بتحس الوحدة مع الوقت إنه في شيء ما مزبوط. في ناس بيكونوا كتير واضحين، هيدا اللي شكله بيساعده، بتحسي إنه كل الستات عم تنجذب له وبصيروا بيدلقوا حالهم عليه مثلا وهيك. مش بس أنت اللي انعجبتي فيه، في كتار معجوبين فيه وهو عم بيستغل الفرص وما بتعرفي شو عم يعمل من وراء ظهري. نعم. طب هيدا الشخص إذا هو مثلا قرر إنه يعمل، يعني هيك فهمت شوي إنه هو ما عنده كنترول حتى، يعني إذا قاعد مع ست وقطع حدا عجبه يعني هو كمان فقد الكنترول. طب هو إذا قرر يعمل كنترول، يعني هل هالناس إجمالا بيكونوا راضيين عن حياتهم أو هن كمان عم بيعانوا مثل شريكة الحياة؟ يا هن بتعرفي يعني بيتاخدوا بالأول بهيدا النمط، بيكونوا مبسوطين بالتغيير وهيك، بس يمكن يوصل لمرحلة اللي يقول شو عم بعمل أنا بحياتي، لأن هولي بيخدلهم هيدا شغلهم بالنسوان، بيخدلهم كتير من إشياء ممكن يسووها بحياتهم، يعني علاقاتهم صداقاتهم ما بيعودوا بينتبهوا لعائلتهم، شغلهم يعني كمان ممكن ما يتطوروا، وبيصيروا مرات بينتبهوا لأنه أنا ما بقى شاب، ما بقى عم بقدر شدها للوحدة مثل الأول، أنه بيصيروا بحسوا أنه ما بقى في كتير شغلات اللي ما بقى عم تزبط معهم، وخاصة لما بيطلع الصيت عليهم أنه هيدا نسوانجي، يعني بيصير بيشوف أنه تخلص تاريخه صار. طب ما كل الستات صار شايفهم وصاير ما عم تعجبه ولا وحدة لأنه عم بمارق عليه كتير، طيب ما بقى في وحدة عم بتشده مثل الأول. سو في كتير ضرر، وحتى اللي متزوجين وكملوا بهيدا النمط مرات بيصير بيأكلهم الشعور بالذنب أنه شو عم بعمل أنا، والله مرتي مثل القمر وبتجنن، شو عم بعمل فيها، ما بيشوف زعلها، اللي بيصير يعني بيتاكل من جوا، بيقرروا أنه يغيروا. وهيدا التغيير يعني بده وقت، ما أنه كبسة زر، مثل تماما أي حدا وقع بمشكلة إدمان وبده يرجع يعمل أسلوب حياة مختلف، اللايف ستايل بده يصير يغيره، يعني بدل ما كل يوم عم يضر ويشوف نسوان بده يضرب حاله شوي، إذا مزوج مع مرته أو إذا في شريك بنعرف عليها موضوع قابل يقول خلاص بدي ركز عليها، نصير نساوي نشاطات معها. سو فيها شغل حتى يقدر يطلع منها، بس أهم شيء اللي بده يشتغل عليها بده يسأل حاله ليه أنا بدي خلص وقف هالشغلة اللي عم بتضرني أنا وعم بتضر اللي حواليي كمان. صحيح. طب هودي الأشخاص دانيا كيف لازم نتعامل معهم؟ يعني إذا ست اكتشفت هيدا الشيء، كان زوجة أو كان صديقة أو كان خطيبة أو يلي هو، في طريقة للتعامل معهم ممكن، ما بعرف، أول شيء تحميها لإلها وتحسن له من أدائه أو من سلوكه أو تنبهه؟ ما هي شوفي ليتغير هيدا الشخص بسبب وحدة صعب كتير، بس الست مرات كتير بتأمل حالة، بتصير أنا حغيره هلأ فرجي، يعني بدي أجذبه. مرات بتزبط معها بأنه تعمل لحالة مركز كتير مختلف عن بقية الستات، ما تعطيه وجه يعني وتفرجيه أنه هي دايما متواجدة كرماله اللي بدك إياه. سو في أساليب اللي ممكن تكسبه لهالعزابة، بنفس الوقت بدها تصير تسأل حالها هيدا رجل بده كتير شغل، فاضية تقعدي انت عندي صبر على الموضوع عندي الوقت. وحتى الست المتزوجة لما بتكتشف انه زوجها نسوانجي يعني مرات كتير بتصاب بالخيبة، وهون بدها تاخد قرار، يا اما حيحملها راسها تكمل معه، يا اما بدها تقول انا لا ما بيناسبني، ما لي جلد وما بحب انه انا يعني يكون زوجي شريك حياتي هيك، لانه شو هي الشراكة والحب؟ يعني صحيح. عندها ثلاث اسس، حب احترام وثقة. طب يعني هيدا اللي بيكون نسوانجي ما مش حابب غير حاله، هو عم بيبسط حاله، ما في احترام، عم بيفقد احترام الكل حواليه وما عم يحترمها إلها، يعني مجرد ما قاعد معه عيونه عند وحده ثانيه ما محترمها، والثقه كيف بدها تصير توثق شو عم بيقلها؟ سو هون يعني في مقوم اساسي لحياتها معه اللي خلص راح مفقود، وبدها تصير تفكر طب انا ولادي بدي اعطيهم هالمثل انه انا بقبل مع حدا اكمل معه هيك، وهو هون الرجال بده يقعد يفكر طب انت ولادك عم بيشوفوك كمان عم بيشوفوا هيدا انت نموذج، عم بيطلع الصيت على كل العائله. سو في خيار عند الست بدها تعمله، في ستات كتير بتطنش
بتقول خلص معلش خلينا هيدا قدري، بتصير بتشغل حالة بإشياء تانية حتى تنسى هالشق من حياتها اللي هو يعني ما ظابط معها ويمكن ما رح يزبط. سو في حسب كل ست هي وقدرتها على التحمل وقدرتها انه يعني توقف بوجهه وتحكيه. مرات في ستات بيلجأوا لانه يروحوا يشتغلوا مع حدا بسيكولوج على العلاقة. ايه سو هون اذا قبل معها يعني ممكن بدها تسأله كمان طب اذا في انا شيء ممكن غيره لحتى تبطل عينك لبرا وعم تعمل لي هالمغامرات، قل لي يعني بنشتغل عليه. هون بالاسف بالمجتمع كثير بحط الواجب على الست انه هي تجذبه. انت من وراك صار هيك، انت لسببك بتحطوا الحق عليها لو ما ناقصه شيء ما بيعمل لك. يعني هو الكلمات اللي بنسمعهم بتجرح، بس يعني هو بيروح عند على يعمل علاج يعني اجمالا هالشخصيات بتقبل؟ والله مرات بيقبلوا اذا فعلا اكلوها الكف وحسوا انه خلص وصلوا لمحل انه لا لازم شيء يتغير. اذا عن جد بيعزوها لهالست اللي معهم، في منهم لا، في منهم بيروح يعني يمكن يكون عم بفشط او بيقول لك لا خلص انا ما في اتغير. بالنهايه التغيير اذا بده يصير بده هو ينوي بقرار شخصي، هو بده ينوي ولسبب ما ما بعرف شو بيكون حتى لانه هو الناس بيكونوا مثل ما قلت دانيا شايفين حالهم يعني مبسوط بحاله، ما انه حاسس انه هو مشكله او هو عم بيسبب مشكله. والمشكله الاكبر هون على الاولاد. طيب الاولاد اللي بيشوفوا هالنموذج ان كان للاب يلي بيصير يعني حتى عند اذا عنده صبيان بيصير يشوف حاله قدامهم يعلمهم يعملوا نفس الشيء للاسف كل هالتفاصيل وبيحكوا بهالموضوع براحه، او عنده بنات كمان ويقال قدامه. بعرف حقيقه دانيا الرجل النسوانجي كثير بيكون ضيق على بناته لأنه يعني بيعرف. لانه بيعرف شو بيصير، بيعرف شو في برا ما هو برا. فايه هيدي وحده من الشغلات انه ما عندهم ثقه بحدا بيصير لانه بيعرفوا هن نواياهم ما منيحه. للاسف عم بيعطوا مثال لاولادهم الشباب يعملوا مثلهم ويعني ما هن لما بيفكر انه طيب انا بقبل بنتي يتكى فيها واحد نسوانجي ويعيشها هيك هالعذاب اللي انا عم عايشه للستات. هيدي مرات اللي لما الواحد بصير عنده بنات يمكن بيلتفت نظره وبيقول انه خليني اتضبضب خليني بلش ضبط بحياتي، لان يعني قبل ما كثير صيته يتوسخ. في ناس نعم. جد صيتهم بصير بالارض وهيدي ما في رجوع عنا ماجي. سمعة اذا انكسرت خلص 100% وسمعت عيلة مثل ما قلت بصير يقولوا الكل مثل بعض، البي مثل الاولاد، الاخوه، كل هالتفاصيل. في نصائح دانيا بتحبي تقوليها ان كان له إذا عم بيسمعنا حدا وعارف حاله طبعا بيسمعنا أو لست يعني هي ملاحظة أنه ممكن كتير يكون شريك حياتها نسوانجي؟ يا شو هو لإله منقله أنه إذا بدك تتغير لحتى تتفادى كل العواقب السلبية بدك تسأل حالك ليش لازم تتغير؟ يعني يا ترى شو أهم الأسباب؟ لأنه هولي بدهم يصيروا عرفت اللي يذكروه أنه ليش هو لازم خلص يهدى بقى يروق ينضج. ولست يعني تسأل حالها كمان أنا قادرة أكمل مع هيك شخص؟ شو في يساوي؟ وتجرب معه يعني تقعد تفتح جلسة مصارحة يا أخي اللي أنا ما عم بيناسبني هيك، وتحكي بالمساوئ على العيلة وعلى هو وهذا إنه إذا فينا نظبط اللي خلي أنا حساعدك شوي، بس تعطي ليمت وقت إنه هي قديش فيها تقدر تظبط معه. بده يتعاون معه هو كمان ويتفقوا يكونوا أسلوب حياة جديد مختلف. يعني هي يمكن تقدر تساعده إذا هو بده، إذا هو ما بده، إذا اكتشفت إنه ما عم بيقدر يطلع منها يمكن طلقته مرة واثنين من بعدها وهيك ويوعدها وهيك. سو بدنا نشوف قديه عندها هالست نفس تكمل. نعم. طيب هي كيف لازم تتعامل مع أولادها هون؟ إذا قررت تبقى بهالعلاقة مثل ما قلتي وتطنش في أسلوب يعني التعامل مع أولاد لما لا يقلدوا البي ولا تنعكس عليهم سلبيا. نحن أولادنا مرات منفكر إنه ما حيفهموا، يا عمي بيفهموا الأولاد أكيد نحكي بصراحة، لأن كثير أولاد بيكتشفوا عن الأب إنه قديش هو نسوانجي وبصيروا بيكرهوه كثير بيطلع من قلبهم. سو معلش هالأم تجي تحكي وتقول يعني نحن جربنا معه وهيدا أسلوب ما منيح وأنا
بأسف، تقول لهم أنا بأسف أنه هو هيك، يا ريت أنتوا ما تعملوا مثله. يعني نعمل هيدا الحساب أنه يمكن يشوفوا ويتعلموا ويصيروا مثله. تحكيهم بصراحة، معلش خليها الولد يحس أنه مش بس هو اللي مضايق من هالشغلة، ومش بس هو اللي محرج قدام العالم وبيئته، ومش بس هو اللي بكرة حينقال عليه، بكرة بيطلع مثل بيو نسوانجي. سو نحكي معهم للأولاد، ليش لا؟ ضروري هالشي يصير. شكرا دانيا بيبو على هاللقاء. الموضوع اكيد هو مشترك يعني، وشائع اذا بدي اقول، مش مشترك الحمد لله، مش مشترك، شائع بس كتير. بس عن جد يمكن كمان تربيتنا الاجتماعية بتخلي الرجل ما يستحي يقول، ما يكون خجول، بيشوف حاله بهالموضوع، بينما الست بالعكس يعني هي عندها كتير تحفظات اكتر، تتهم بقصص اكتر، فما لازم يكون هالشي اتو بايده انه هو عنده كل الحرية. تعرفي قالوا لي ليه ما بتحكي على الست اللي كمان بتحب الرجال؟ سموا لي الرجلنجية او شيء مثل النسوانجي، رجلنجية. سو بس ما منلاقي كثير ستات اللي يعني يا لطيف بدها تنطنط من رجال لرجال. هيدي يعني اكثر شائعه بين الرجال، كانه بيعطوا لحالهم الحق صحيح بهالشغلات، وانه الست لا. في مجتمع عايشين صحيح هيك عم بدنا وقت تتغير هالثقافه. لا ما بدنا كمان الستات يصيروا ينطنطوا من رجال طبعا طبعا بدها تتغير هالثقافه بطريقه ذكوريه طبعا يعني. نفهم انه ثقافه الوفاء، الاخلاص، الحب، العيله ما لها علاقه لا بالرجل ولا بامراه. مزبوط. والحريه هي مش فلتين، الحريه هي حريه حلوه بس في لها حدود واحترام، في اسس بدنا نستغل عليها. صحيح. يعني ما بعرف ليش بيتناسوها كتار بالعلاقه الزوجيه او بالعلاقات العاطفيه. نعم. سول الاسس حلو نحترمهم يعني، ونكون التحدي عنده للرجل انه يكون مخلص لشريكي مثلا. هني مرات كتير بيكونوا فاهمين الرجولة غلط. صحيح. انه لا انا رجال بقدر اعمل اللي بدي اياه وبروح لهون ولهون. هيدا بنرجع لقصة حب السيطرة، فاهمين الرجولة غلط 100%. لازم يشوف حاله انه هو شخص مخلص. نعم. ورجل. شكرا دانيا بيبو، للقاء الاربعاء الجاي نقرر بموضوع